صباح الخير مره ثانيه لكل المشاهدين. من نهايه هالاسبوع ثلاثه ايتمز رح نكون عم ندوي عليهم، والبدايه باول ايتم رح نكون عم نحكي عن ديفايس بيساعدنا نكون عم نتمرن ونعمل جوجينج بطريقه بعد احسن، بما انه التأس رجع بلش يزبط شوي. مش غلط واحد يكون عم يظهر وبدل ما يطلع على الجيم يكون عم يركض برا بالطبيعه. بعتقد في مناظر كثير حلوه بلبنان خرج واحد يكون عم يتمرن. هالايتم هو عباره عن ديفايس كثير صغير بينحط ان كان على الشوز على رانينج بيلت بحيلا، يعني بيتعلق بالتيب، والغاية الأساسية من وراء إنه يقدر يكون عم بيعرف السرعة يلي نحن عم نركض فيها، الطريقة يلي عم نركض فيها، ظهرنا جالس، في انحناء شوي لقدام. إذا كنا حاطين هالكليب على الشوز تبعنا اسمه ديفايس شيفت باي ذا واي، وإذا كنا حاطين هالكليب على الشوز تبعنا بيكونوا عم بيعرفوا حركة الإجر، كيف عم تدعس إجرنا على الأرض وكيفية هالحركات المختلفة. بما انه هذا ديفايس بده يكون يعني عم بيقدر يعمل تراكينج لكل هالمواضيع، رح كمان يكون في عنده القدره انه يحتفظ بكل هالمعلومات ويكون عم بحطهم على السمارت فون الخاص فينا. هالمعلومات رح تكون عم تنتقل من خلال البلوتوث كونكشن، والادفانتج كمان انه كل ما تكون عم تستعملوا هالديفايس بعد اكثر كل ما رح يكون فيكم تعرفوا الفرق بالتمارين يلي عم تعملوها. مش بس شفت عنده القدره انه يكون عم بيقلنا كيف عم نتمرن ام كيف عم نركض، كمان رح يكون عم يعطينا نصايح عن كيف فينا نكون عم نحسن هالركضه تبعنا لنقدر نكون عم نتمرن باسلوب بعد احيان. معلومات رح تكونوا عم تحصلوا عليها، عم نحكي عن دقات القلب، عن السرعه، عن بنش ماركس يعني بيقارنكم بغيركم بنفس الكاتيجوري، ممكن تكونوا عم تدخلوا العمر كمان والطول والوزن. كيفية هالامور وقت الواحد بيطلع عليها وقت الفرد بيطلع عليها بيصير بتعطيه اول شيء دافع ايجابي ليكون عم يتمرن باسلوب بعد احسن. هاي رانيا اوكي، انا ما كنت عم بسمع كثير فوق. شفت عباره عن ديفايس صغير بيساعدك تتمرني بطريقه بعد احسن، بيعمل تراكينج لكل شيء، يو كليب ات يعني مثل ما هون شايفين. عايزين تمرين صراحه كلنا. ايه وهلا مع طقس حلو بتصير حرزانه يعني. بدي اقول لك شيء، عم بتمرن انا كمان بستاد بفؤاد شهاب. شيء ما بقدر اقول لك شو حلو، بتتمرن دوب لما بتكون بالهواء بالاكسجين. وكمان ترتاحي اكثر، عرفتي بتعطيكي شوية بوش يعني، وخاصة ما هو الاكسجين دواء يعني لحاله بقى بشجع. فبعتقد شفت از نايس ايديا، وهدية حلوة كمان ممكن تكوني عم تحصلي عليها إذا بدك. ليش لا؟ أنا وبفؤاد شهاب. مش غلط. تاني موضوع رح نكون عم نحكي عنه هو السمارت واتشز. من 4 أو 5 سنين وقت بلشنا نحكي عن سمارت واتشز كانت الفكرة هيك انه كنا متوقعين بس الشركات الخاصه بالتكنولوجيا هن اللي رح يكونوا عم يوصلوا لها. الشركات عاده يلي بيعملوا هالساعات اللكجري كنا مفكرين انه لا ما حيوصلوا لهم. تاغ هيور ومع تاني ساعه عم بيقدموا لنا اياها اسمها كونكتد. هلا اول هيور يلي معروفه بعالم ساعات ولكجري واتشز يعني اسعارهم انه في عده اسعار بس انه كمان في اسعار كثير عاليه. بس قد ايه هون القوه اللي انه عم بيواكبوا التكنولوجي، يعني ما وقفوا انه نحن من اهم الساعات بالعالم وخلص. مزبوط، واشتغلوا مع انتل يلي هن من اهم الشركات كمان بالعالم، وغيروا يعني حافظوا على هالاليجنت ديزاين تبعها. رانيا هيدي ثاني نسخه من هالساعه، اول نسخه نزلت بالسوق ثلاث ارباع المحلات بتروح بتسالي عنها مقطوعه، اتس اوت اوف ستوك، باعت كلها. اوكي دغري كانوا منباعين. ثاني ديزاين يلي هلا عم يرجعوا ينزلوه ركزوا على شغله وحده فيه انه مودولر ديزاين. شو يعني مودولر ديزاين؟ كلها بتتفك وبتتركب، يعني الجلة تبعها بتنفك بطريقه كثير سهله، السكرين فيك انت تكوني عم بتنقي اي وحده بدك، الكبسات اللي على الاطراف بتنقي، سو انت بتركبي ساعتك وفيك تكوني عم تطلبيها بهذا الاسلوب. واو. واهم من هيك انه اجوا فكروا لبعيد، يعني انا شخصيا كنت عم فكر امتى بدي اشتري هالساعه، هلا ما كنت عم لاقيها. بس الاول شوت او اول اديشن كانوا عم ينزلوها لمرحله انه ممكن توصلي عاده سمارت واتشز رانيا بتمصلي فيها اول 3 أو 4 أشهر يمكن سنه يمكن سنه ونص، بس وقت تكوني عم تدفعي حق ساعه يلي هي لكجري ايتم مثل هالحاله وخاصه من هيك شركه بتقولي طيب بعد سنتين شو بدي اعمل؟ هون عندك الخيار انه ترجع تردي لهم اياها تبيعيهم بس البارت، بتخلي كل الستراب وكل باقي الالمس، بتخلي الساعه الاساسيه وبتبيع بالعكس، بتبيعي الساعه الاساسيه وبتشتري وحده بديلها للبرنه وبتتركب على الساعه اللي اوريدي عندك اياها، او سمبلي فيك تعطيهم اياها وبتكوني عم تشتري ايتم ثاني بديلها، يعني تبديل يعني كانه تريد ان. اكزاكتلي. فاليوم هالترند بالماركت كثير عم تكبر. هالساعه من تاج هيور هي اندرويد واتش،
سو بتستعمل اجدد سوفت وير موجود من اندرويد للسمارت واتشز، عم نحكي عن الاندرويد وير 2.0 هي اسمها. وكمان كان في بعض الاخبار انه عم بيشتغلوا على اسيستنت خاص فيهم. اسيستنت عم بحكي بما انه اليوم صار امازون عندهم اليكسا، جوجل عندهم جوجل ناو، ابل عندهم سيري، مايكروسوفت عندهم كورتانا، اليوم كمان بعالم الساعات وعالم الاوبريتنج سيستم يعني حتى السوفت ويرز انتل عم بيخلقوا شخصيه الاسيستنت الخاص فيهم. والترند تبع الاسيستنت يعني قبل ما اروح على اخر الموضوع عم بتصير هيك كومن اكثر. ما في ولا اسيستنت شاب؟ بلا سو تبع انتل ما حيعطوها لا اسم ولا جندر. مش معقول يعني. بترتاح تحكي معها اكثر. بالنسبة لإلك إلي شو بالنسبة لإلنا؟ هو الغاية من وراهم هول يعني اليوم عم بيصيروا كتير هيك كومن وعم بيزيدوا بعد أكتر. يعني اليوم على التليفونات تبعنا في عدد كتير كبير من الفيتشرز يعني صاروا بتتحكم فيهم من خلال الفويس. فالفويس كوماندز هلا ريجاردلس في اسيستنت ولا لا، بس الفويس كوماندز والطريقة يلي اليوم صرنا يعني بيقولوا إنه فويس إز ذا نيو تاتش. قبل كان عندنا كبسات صار في تاتش سكرين، من بعدها اليوم عم ندخل بمرحلة الفويس انه ما عدت مضطرة حتى تطلعي بالسكرين، ما عدت مضطرة تمسحي لك كبسة على السكرين. هلا انت عم تحكي عن الفويس كوماندز، عم فكر بالكوماندز انا. يمكن الانسان بطبعه ميال انه يعطي اوامر، بدي ادرس هالموضوع مزبوط من الناحية النفسية الي وارجع خبرك، لانه مش معقول وين ما كان من حد انه الكلمة تبع الكوماندز. لا 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 خلص هيدي اذا ما عطيت منك فويس كوميونيكيشن هي اكثر فويس كوماند، ما فينا نتخبى. ايه لا لا لان عم تطلب شيء يعني وعم تطلب شيء يعني بطريقه الكوماند، يعني بطريقه انه بدي هيك اعمل لي هيك شر لي هيك. فيك تزيد كلمه بليز باخر الطلب يعني انه اليكسا بليز طف الضوء، بس برضه بعده اوامر طريقه مش عاطله. هلا الجنريشن الجديد مثلا يبلشوا يتعودوا كيف بدهم يحكوا، على طول زيد بليز يا اول جمله يا باخر جمله. بدنا ندرس الموضوع نفسيا الي مش غلط. خلص بنرجع خبرك شو بطلع بنتائج. اخر ايتم نظهر من عالم الفويس ورح نكون عم نروح والتكنولوجي اللي كنا عم نشوفها بالساعة مع تاج هيور، رح نكون عم نروح على اخر ايتم. اخر ايتم هو عبارة عن روبو، هالروبو اسمه ساتشي وكتير صغير، الغاية من وراء انه يكون عم بيتفاعل مع الايفنتس اللي بيصيروا على السوشيال ميديا الخاصة بكل واحد منا. يعني اليوم اذا انتم حطيتوا صورة عادة بيصلكم نوتيفيكيشن على سمارت فون، اذا حدا عامل كومنتس، اذا حدا كان عم بيعلي على هيدي الصورة، اذا حابين هيك تخففوا شوية وجع راس يعني ما توفروا بطارية، بدل ما يكونوا عم يصلوا هالامور على السمارت فون تبعكم، فيهم يكونوا عم يصلوا على هالروبو الصغير اللي بتكونوا انتم عارضينه. بتنقوا كيف بدكم هالروبو يتفاعل مع الايفنتس اللي بيصيروا. هالإيفنتس يعني عم نحكي رانيا انه في هلا بعد شوي بنكون عم نشوفهم. طب مش معقول هيك مناظر قبل لا هو هيدا بس الروبو اللي قبل المقطع الاول كنتوا عم تشوفوه بالفيديو، كان بس الشخص اللي اشتغل على المشروع عم بيقول انه كان بده الروبو يكون كثير بيشبه كثير قريب للواقع، مشان هيك راح اشتغل مع اهم ناس بهوليوود اللي عملوا شاركوا باكبر الافلام اللي كان فيها هيك روبوتس ليقدروا يكونوا عم بيوصلوا لنا الاكسبيرينس اللي هي كثير حقيقيه. So بيوصلك مثلا كومنت someone loves the picture اللي انت حطيتيها، ممكن يكون عم يعمل نودج، لا مش معقول عم يتحرك هيك، ف شي كثير مهضوم وخفيفه وبسيطه الفكره تبعها. يس كأنه صغير ولا هون لا هون هو صغير يعني اتس فيري سمول ايتم، روبو سوبر صغير. ما بيحكي ما بيسمعك، بس عنده القدره هيك انه يكون عم يتفاعل بس مع الطريقه اللي عم تستعمل فيها السوشيال بلاتفورمز. اوكي انه ما احس كثير بقدم وباخر يعني لا هو عم بيقول لك هي بس مثل هيك جيميك صغيره تسليه بدل ما انه كل مره تكوني عم تطلعي على التليفون، بما انه اليوم صار كل شيء فويس وما فويس، فلما تعودي عم تطلعي على التليفون كل مره صار فيك هيك روبو مهضوم ببعدك عن شاشه السمارت فون وبتنسيها يعني. بعد عنا شيء لليوم؟ لليوم لا، بس كنت بدي اسالك اخر شركه بدي اسالك سؤال. فيسبوك امبارح عملوا ابديت صار في ستوريز على فيسبوك بعد ما على انستغرام مثل ما في على سناب شات امبارح. بليز تبقى علمني على السريع لحتى كان اوكي سو كيف بدي اشوف بس اذا بلشت اذا انتبهتي لا ما عملت ابديت اصلا للفيسبوك لان رول اوت ظهر لكل العالم سو سايت موجود عند الكل، بس تخيلي قد ايه بتستعملي فيسبوك بس بدي اقول لك شيء اكزاكتلي حتى واتساب ما كثير حاسه هال ماي ستوري اكتف. سو ستوري وين اكثر شيء بتستعمليها؟ انستغرام طبعا. سناب شات وقفتي؟ على الاخر هلا كنت شوي انا مش كثير اكتف اصلا على سناب، هلا صرت كليا. واولادك؟
اولادي بيفضلوا السناب لانه عندهم هول الجرافيكس و كمان هول انزادوا على فيسبوك وعلى نفسهم سيميلر والله وصاروا باي كونتري على انستغرام كمان. هلا بدنا نرجع شوي نرجع نعمل ابديت اذا بتريد معك هيك بكور كور بارتيكوليير لو سمحت من بعد السيجمون ديل ثانك يو لك الي ميرسي لي كاميرا نحن رح ناخذ وقفه سريعه وبنرجع